تستمر المفاوضات بين القوى السياسية اليوم الأحد للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، ويجري الحوار حاليا بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي، وذلك بعد دعوة للطرفين وجهها بن عمر لإجراء حوار منفرد بينهما. فرق مسلحو جماعة الحوثي صباح اليوم الأحد بالرصاص الحي وقفة احتجاجية لناشطين بمحافظة إب طالبت بإطلاق سراح أمين عام حركة رفح، واختطفوا 6 من الناشطين المشاركين في الوقفة. اختطف الحوثيون الشيخ محمد سعد الحطمي رئيس مؤسسة الزهراء في مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى منزله، واقتادوه إلى أحد سجونهم الخاصة في المدينة. أكدت مصادر قبلية في محافظة البيضاء أن رجال القبائل تمكنوا من استعادة السيطرة على جميع النقاط والمواقع في منطقة ذي ناعم التي كانت تخضع لسيطرة الحوثيين. المصادر قالت أن حشدا كبيرا من القبائل هاجمت من عدة محاور تجمعات للحوثيين وأسقطت كافة المواقع التي سيطر عليها الحوثيون. اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة تعذيب الحوثيين للشاب صالح البشري حتى الموت جريمة بكل المقاييس، وانتهاكا صارخا لحقوق وآدمية وكرامة المواطن اليمني، وتكشف عن قبح وزيف الجماعة التي تتشدق ليل نهار بنصرة الشعب، وعن مدى التعبئة الخاطئة لدى أتباع وأنصار هذه الجماعة. دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل 7، مؤكدين رفضهم للإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون بعد انقلابهم. جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجماعة الحوثي رفع القيامة الجبرية عن الرئيس هادي ووزراء الحكومة، داعيا إلى إطلاق سراح النشطاء من المعتقلات.